صباح الخير يا أصحاب أقلام الحرة، أو بالأحرى مساء الخير. طيب يا جماعة، بدي أوجه الرسالة للقيادة السياسية اللي بتسمي حالها الائتلاف أو جبهة المفاوضات اللي ممثلة لها الشعب السوري الكبير. أولا تحية لقادة إسرائيل السياسيين على هالدولة اللي عملوها، يلي منفتخر إن نشوفه منريد نكون على صورته ومثالته. تحية لشعب إيران ومنتظرين انتفاضتك الكبيرة نحو الديمقراطية ونحو الخير وبناء الخير، وإن كنت عيشوا كشعب إيراني بكل ما بتملكوا من عز. تحية لشعبنا بسوريا على الثورة المجيدة الكبيرة، ثورة السيد المسيح على صورته ومثاله. طيب كي عمي كل هالنهار اليوم ولك هاللبنانيين، اولا الاغذية الاربعة هي اغذية سورية، سيكس بيكو قسم هالمنطقة. طيب وكلنا قبلنا فيه وعطى الاغذية الاربعة للبنان بالوقت اللي هي اغذية سورية. لبنان كان معروف الجبل، لبنان الجبل المسيحي وجبل الدروز، هذا لبنان اللي منعرفه. الأغذية الأربعة ضموهن من سوريا لها، ضموهن الجولان لسوريا الجديدة. إذا كنا عم نحكي عن سوريا الكبيرة كله، بعتيوها لسوريا الجديدة. لواء إسكندرون شيليو من أرض سوريا الجديدة وعطيوه للأتراك. طيب شو بنعمل من كفي هيك؟ الأستاذ جهاد الخازني بيكتب هالمقالات وبيقول ما في مملكة يهودية، كان في قبائل ديكلان بمناطق عدة. طيب هالقبائل اخذوا الحكم، شو بنعمل؟ ما قالن حق ياخذوا الحكم ويعملوا لألون قبيلة بشقفة أرض هني قرروها لألون، ما قالن حق؟ طيب الحزب الشيوعي انتفض على الروس وعمل الثورة البولشيفية، اجا كتير ناس من برا وأيدوا هالثورة وماشيين فيها. طيب وقاعدين بموسكو ما شفناها هيدي، شو بيقولوا لنا الروس؟ ما قالكن حق انتو هلا لازم تطلعوا، هني صاروا اربع خمس اجيال. طيب يعني نحكي بالمنطق تنمشي بالمنطق. ليش عملت هالعرض السريع يا جماعه يا ائتلاف وطني، يا دكتور رياض حجاب الرئيس رياض حجاب، ولك اسمعوني منيح، ولك شوفوا الوقاية قدامكم. طيب لما يجوا الرومانيين وقعدوا بهالمنطقة وسيطروا عليها شو؟ ولك قعدوا الأتراك 800 سنة، طيب ما قعدوا؟ طيب شو بنعمل؟ ما قلنا إلا بدولة إسرائيل، ما قلنا إلا بدولة إسرائيل. الفلسطينيين هن عاملين خلافات بين بعضهم يصطفلوا، صاروا نحن وقفنا معهم وخدنا حرب معهم. ضحت مصر بأحلى شبابه وزينة شباب مصر وقتلوا كلهم، عملنا هالحروب. طيب وما زبطت شو بنعمل؟ منكفي هيك ولا منروح على خط تاني ومنعترف بالواقع اللي موجود؟ هالواقع واضح، دولة إسرائيل دولة قوية. نحن شعوب الهلال الخصيب مفروض نقول ما يلي: لا نقبل بأي اجتماع بقرر مصير القادم. سيكس بيكون تهى وخلص، تهى وخلص. أنتم تعيشون في منطقة حدودها وشعوبها ستتغير في السنوات القادمة. ألكن هذا الكلام الأخطر من هيك الرئيس مسعود برزاني. طيب خلينا نشوف الواقع قدامنا. نحن دول الهلال الخصيب ما بقى لنا أمل هالشعوب إلا بفخر شغلة بدولة إسرائيل. مفروض بالهيئة العليا للمفاوضات تفتح على دولة إسرائيل. شو عنا؟ عنا أشياء كتير تنقدم فيها لدولة إسرائيل حتى يحملوا حيلهم ويساعدونا تنعيش بسلام، ويساعدونا اقتصاديا، ويساعدونا. بس هيك بنعطيهم شو هني موصفين عنا؟ شو بدنا نقولهم؟ منقول ان احنا بدنا السلام الإسرائيلي اللي انتو بتقولون احنا بنمشي فيه. الدول كلها قايمة عم بتقسم سوريا مثل ما بده،
طالع اليوم الاستاذ هادي البحرة عم بيقول كلام لك اش هالانشاء العربي بقوا في وقايع خلونا نمشي فيه يا استاذ هادي البحرة ما بقى لنا هالشي قلنا واضح دولة اسرائيل شو بتريدي تنعمل بنعمل نحن بنمثل هالشعب السوري شو بتريدي تنعمل بنعمل ما بنروح على جنيف ما بنروح على جنيف ما بنروح على استانا ما بنروح على استانا انت اعملي المفاوضات عنا كلنا وقسمي مثل ما بتريدي لحول الفرنسويه لما كانوا قوية البطريرك حوايك روحوا لعندنا على طيول الاغذيه الاربعه السوريه وجاب بدهم يعطوا للشام لا 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 خوة البطرك الحوايك على اساس بيصيروا الاسلام السنه الاسلام ما كان في سني وشيعي بهالشيء هذا ينحكي فيه يحكي بالاسلام بيصيروا اكثريه هذا الوقاية قدامنا عم تتركوا شعبكم بسوريا هالزعران هل ما فيهم أخلاق خصوصا المسيحيين من هول هل بيسموا حيل هلو هالانتهازيين الرابطة المارونية هالسيفل اليوم بالال بي سي كريم بقردونة هالوسخين من ميشيل عام ونزيل يعي بالشوم كنتوا شعب سوريا نايمين هالقومي وتركين تركين هاللاجئين عم بتجيل إعانات عم بيوصلن 25% منها و50% عم بيسرقوها اللبنانيين عم بيسرقوها نهيب نهيب ونهبوا هالميزانيات وماشيين تركين واحد مريض جبان اسمعوا أشبعتيك أنا عنه تقرير أشني قوري عنه جبان وضعيف كتير اسمه حسن نصر الله شخصيته جبان وضعيف ما في ديكتاتور إلا جبان وهذا ميشيل عون أجبن منه والمجارير اللي تحت ميشيل عون هول السياسيين ما في ديكتاتور إلا جبان تتركوهن يتمكنوا من شعبكم بهالشكل هذا اش هالعيب هذا لك اش هالعيب بقى استقيزوا لك يا جماعة ولك حكوا وقفا ما قلنا أمل إلا بدولة إسرائيل عم بيضحكوا عليكم بجنيف وبإستانيا عملية ضحك سمعتوا للجنرال أو الرائد نصر الحريري هالكلام إنشاء عربي هذا أنت وهيدي البحرة وكلكن عم تحكوا إنشاء عربي حكوا بالكونكريت دولة إسرائيل خلونا نتوجه الحمل بده رطل وأكثر ما في إلا دولة إسرائيل هي بتقرر مصير هالمنطقة اللي اسمها الهلال الخصيب الطلع لنا أن إحنا بنقبل فيه لحماية شعبنا أن وطلع لغيرنا صحرة كاملة صحتين على قلبها هني بيعرفوا الإسرائيليين أش لازم يعملوا وبيعملوا المنيح ببدنا ننفتح عليهم طيب شو بنعمل؟ منضل تركين هالزعران من حسن نصر الله لميشيل عون ونازلين لهالمجرير يتحكموا بشعبنا بالشكل هذا؟ لك انتو كلكن عارفين لك اللبنانيين عم بيوصلن 100 دولار عم بيساعدوا اللاجئين السوريين اخدين هال100 دولار باسمهم 25% 25 دولار بس اسمعوني منيح يا جماعة نحن ما بقى فينا نزرع شيء ما حدا بيزرع سوريا وبيرجع يمشي الزراعة إلا شعب إسرائيل إلا دولة إسرائيل ما حدا بيعطينا المي النظيفة وبيساعدنا عليها إلا دولة إسرائيل ليه بقى ماكرون في يعملنا شيء ولا في دولة ولا ميركل ولا دول السبعة الصناعية ولا حدا بيقدر يعملنا شيء ما حدا بيقدر يعملنا شيء ولشعبنا إلا دولة إسرائيل استقيزوا من هالنوم يا جماعة ولك السياسيين بالهند بدولة الهند فهموا وعم بيمدوا على دولة إسرائيل عم بتساعدهم بالمي وبالزراعة وهذا أهم شيء هني بالدنيا تكنولوجيا الدفاع نحن ما بدنا سلاح أصلا ما بدنا نعمل جيش نحن بنعمل قوى بتنظمها دولة إسرائيل هي بتأهلنا جهاز المخابرات تبعنا وهي بتأهلنا الأمن تبعنا اسمعوني بقى اللي بقى تضيعوا يا جماعة ما نكن واعيين كله هيدا هالمفاوضات ما ليها قيمة هيدا ولك ليدي مستورة ولا حسن نصر الله ولك شيلوا هالدنيا كلها من روسكم ما حدا بيعملنا شيء إلا نحن ما نعمل حيلنا يا نعمل حيلنا ما قلنا إلا دولة إسرائيل اسمعوا بقى يا جماعة
يجي الحريري بيروح الحريري يصفي. إذا كان هالنبع الكبير بالسعودية ما شبعه، الله يشبعه كل ميزانية لبنان ويخده. ولكن قبل ما أترككم إلى أهالي طرابلس، نحن تعلمنا وعشنا بطرابلس، أنتوا وطنيين كبار، أنتوا وطنيين كبار بكل معنى الكلمة من الوطنية. ليكو ما حدا قتل أبو عبد الحميد، نسيت اسمه هيك المرة، الله يرحمه والده، كان يسميه العميد ريمون قدي أبو عبد الحميد، كان يقول كان نظيف كتير، كان ياخد عطول مع رئاسة الوزراء وزارة المالية تيحافظ على المال العام، سرقوه بشحطة قلم. الأمل كله بلبنان الآن بطرابلس. إذا أهالي طرابلس تخلوا عن وطنيتهم رحت علينا نحن المسيحيين الوطنيين، رحت علينا. انتوا الان لعبه القبان، انتوا مصير لبنان بايدكم. فرجوا بيت الحريري والعملاء السوريين اللي سرقوا هالمال العام من المال العام، ما حدا اشتغل بلبنان، كله وهم بوهم بوهم. بيت الاسد سرقوا لبنان، نهبوا الميزانيه، واجا حسن نصر الله سرق الميزانيه وجاب ميشيل عان وبناته وأسهرته وقال لنخدوا حصه. هيدي واضحة مثل الشمس. طرابلس الفيحاء، شعب طرابلس طلعوا لائحة وطنية كبيرة. أشرف الشرفاء أشرف ريفة، خلونا يخلوه يعمل لائحة مثل الناس على صورة ومثال أبو عبد الحميد، وتربح هاللائحة، ونربح بعكار، ونربح بالضنية. بيرجعوا المسيحيين، بيرجعوا يوقفوا من جديد، والمسيحيين بعنيهم بالحرف الواحد القوات اللبنانية. إذا ضعفت طرابلس وضعفوا القوات اللبنانية، مش محبة بالقوات اللبنانية، هذا وضعهم. القوات اللبنانية إذا قدروا كانوا ديمقراطيين وتعاونوا مع المستقلين، ما كان في تحجر على طريقة ميشيل عون وجبرون بيسيل وأسهرته وبنيته. البلد بيقدر يمر. بيلقونا السوريين من تاني مال بالانفتاح على إسرائيل ونحن جاهزين. شو جاهزين؟ لك بدنا رضا إسرائيل. حسن نصر الله بيحكي لك بنصر والصناعيم قوس النصر. إيش لو ما صبوت المعلم جزمة، صبوت زل جزمة آخر جندة، لو منك عم بتنفذ كل شيء المعلم يكون راضي، تتشوف كيف بيجيبوا رقبتك وبيفوتوك على السجن. أكبر منك بكتير يا حسن نصر الله، أبو مدين، رياض الصلاح، المهدي بن بركة، جمال عبد الناصر، بدل لك إيهن اللي كانوا قبل منك كل هالمهمين. بس عم بيلعبها هالنظام الإرهابي بإيران، طالما عم بيلعبها وبتصب بخونة المعلم ليش لا؟ ولا تسمعوا هالمجرير هالوسخين هالانتهازيين يتمرجلوا على الشعب السوري بهالشكل هيدي. شكراً وألف شكر يا أصحاب أقلام الحرة بلبنان.